ثانيا، مدة البحث عن الفتاة لا يستغرق أكثر من 40 يوما، وإذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروة إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام. فرحان بنفسك قوي يا أخويا. لا ده كده هاصل، أخويا اتجنن. أيوه أخويا مجنون، وأنت السبب، أنت اللي بوظتي دماغ أخويا، أنت اللي كنت نبتهاله في آخر أيام. لو سمحت بلاش غلط، أنت عايز كل حاجة على الجاهز من غير تعب؟ تعب؟ هو حد يتعبني في حياتي كلها قدك يا متعبة؟ مش كفاية إنك خلعتيني زي المسمار المصد وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفاية حرمتيني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم. كويس يا ابني، أنا كده مش عارف أقرأ الوصية. ثالثا، يا حلاوة ثالثا، أن يعيش الأستاذ المبجل جاد الرب عبد المولى اللي هو أني في الفيلا لمدة 40 نهار هو وجماعته، مستحميين، نائمين، آكلين، شاربين، متهنيين، وإني وأن يراقب سليم ورشدي كظلهم، وإني أؤمنه على الوصية أمام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكون في علمكم فات من 40 نهار 10 دقايق، اللهم إني بلغت، اللهم فشل. ما تسمعني حاجة بدل ما أنت واقف كده. تحب تسمعوا ايه؟ دلع عيني دلع، اخويا عملها وخلع. انا ما سويتش حاجه، ما انت كل خدت كل حاجه. هو اخويا مربي معيز كده كمان؟ ما تاخذنيش يا مرحب رشدي، ده الجماعه بتوعك. ايه معيش ايه؟ ايه الشيء الغريب ده يا مفتي؟ يا ابني بقى دي الجماعه بتوعي وشغاله فايبريشن كده ليه؟ مالك يا حاجه؟ ربنا يشفيك شر المرض اسمين بيه؟ راكبها عفريت اسمه ميسي. عفريت اسمه ميسي؟ وانت ايه اللي وداك الدوري الاسباني يا شاب؟ بتتصرف يا جاد الرب؟ عايز تعمل ايه يا اسلام خالد؟ اتصرف ولا ابعت اجيب كاكا يطلعوا من عليها. لا بلاش كاكا، خليها في زيدان. على رايك كاكا ممكن يزروط الدنيا. هنادي؟ هنادي على مين؟ هنادي؟ ما تنادي يا عم وخلصنا. يا زيادة فهمون، دي مرضي واسمها هنادي. طب خليك مع مرضك يا أستاذ جاش. هي دي هنادي؟ هي دي هنادي؟ لا يا ميسي، ميسي بتحترم نفسك يا ميسي. أبعد يا ميسي، مفكد يا ميسي. يبعد ليه؟ سيدي يلعب براحته عشان يعرف يسجل. ميسي جاب جول. يبقى بوسه. ولا اقتله، عليا الضرايب يا ستي. تقتل مين يابا؟ انت عارف تعمل وكام ميسي ده؟ لحظة، هو مش ميسي ده بيلعب مع برشلونة؟ لا، ما هو ساب برشلونة وبقى يلعب مع هنادي. ده ايه الوعي السودا دي؟ اجيب له بقى انا منين واحده محترمه؟ لا وايه؟ ما اتلمستش. هو في واحده ما اتلمستش؟ في واحده ما اتلمستش؟ يا نهار اسود، ده انا اشرف واحده عرفتها في حياتي كانت مصاحبه 12 قبل ما اتلمستش. انت مركز في ايه؟ ما تفكر معايا. والتفكير ده ببلاش؟ يا نهار اسود، انت بتساوم ابنك يا رشدي؟ بتبتزني؟ كانش العشم عمك عشم مات، انت ما حضرتش العزا بتاعه؟ ده انا ما كنتش اعرف انك مادي قوي كده. عشان حمار مش واخد بالك. ده انا حتى معروف بين الناس كلها ان انا مادي وبتاع مصلحتي وبس. اسال يا اخي، اسال هيقولوا لك. انجز، عندك استعداد ترفع ثمن الحل اللي هقوله لك ولا ارجع اكمل الجيم بتاعي؟ يا ساتر يا ساتر، عايز كام؟ نص الثروة. نعم يا علماء حطة ييجي بطبح له البطة ييجي. لا قولي يا بنت هنادي، لما ميسي ده بيركبك يعني بتحس بإيه؟ بنبص بصتي الضربة الدم لما تعطشرك انت وامك. انا دفت الترع بتاعت مصر. ترع ايه يا بنت يا هبل؟ ده بزين يا فلاح، بس خلي بالك من القرار بيعمل ايه. هي الترع دي خويتها يا جات يا بيه؟
عم عم فراشة إزاح الورقة. واو رز قوي الفراشة دي، بس محتاجة تغيير صوص. بعدين بعدين متجوزه واحد منتهي الصلاحية. حلاوتك يا رياف وحلاوتي اللي بيجي منك. بعدين بعدين استر نفسك يا ليلة البخت. جرايا برشدي البيطلع حرمة دخل عليها كنسة احمد احمد. جرى لك ايه يا اخوي؟ دي طلعت اخوي من سماعية ربنا ما اصطدت الشبارة. شبارة ماري بولطية دي تبقى ايه؟ يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي. واو نفسك يا بيه مراتك نتاية عالي يا جاي. عالي العالي ايه؟ جرايا اخططي يا بنت الطرفة ومتدين عالي. جرايا جرايا يا جدع في ايه؟ في ايه؟ خليك اصبر. يعني ايه اصبر دي يا برج؟ يعني اصبر علينا شوية. الله دي عالي عالي العالي. هوبا 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 ايه بقى؟ بقول لك ايه يا جدع؟ بص الجهادي بص الجهادي يا برج بص الجهادي. بقول لك ايه؟ من الاخر كده احنا لقينا بنت الحلال يا استاذ جاد. ومال يا اخوي؟ هوبا سيب العنوان وانا بحصلكم. بقول لك ايه يا برج؟ سايق عليك النبي تخفى من قدامي عشان العفاريت بتتنطط قدام عيني. يلا اخفى. مش هوبه؟ طب ادينا هوبه واحده. مفيش هوبه يا برشدي. يا شيطان اشتغل عليكم. بنتي يا هنادي هنادي انت رحت فين يا ليله البخت؟ هنادي هندور لك عليها بقى هوبه. يا برشدي عشان خاطر ربنا سيبني يا برشدي. بنتي يا هنادي هنادي اصبري هنادي غراضي. غراضي انت كنت فين يا بيه؟ انت مش قلت لي اختصي وما تدبيش اللي لما اقول لك بضع يا هنادي. ايه 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 نعدي؟ اتفضل. حاضر. وانت معروف هنا ولا ايه؟ اسمع يا مراتي! انا معروف بس عني! اهو الولد ده مش معانا سعادة البيت، يا ريت تسيبوه على الكلاب وتخلصونا منه. ما ينفعش، لازم يدخل ويشوف العروسة بعينه. يا شباب الشتات! كل ده حراسة على باب! دي أكتر من الحراسة اللي حدانا في المركز اللي بتزورنا. افتكرت، والله فكرتني. ده باين له معانا بس اصل الذاكره عندي اتهزت من ساعه الخضه. سيبوه. يا برشدي ازاي عليك يا عم سيبني يا برشدي. يا عم انا يشرفني ان انا اطلب ايد بنت حضرتك. واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات. الحياه يا جماعه انتوا يعني يا سبحان الله. والله يا سعاده الباشا ومالك عليا حلفان. أني طول السكة براحي في الجوز دولي وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش. قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا في ايه؟ هي العين تقل على الحاجب؟ مالك يلا؟ الله في ايه يا جاي؟ الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. تشكر يا سعادة الباشا. علو باشا برضو ناس مش قليلين. انا واعوذ بالله من كلمة انا من كبار رجال الصناعة في مصر العربية المتحدة. العربية المتحدة؟ ما تتنفخش قوي كده، ما المصنع واقف. هو ما يعرفش حاجة. بس أنا على حسب معلوماتي إن سليم ابنك عاطل وصايع وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغاية الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات. لا حرام، الظلم حرام. إن جيت لي الحق والحق يتقال يعني أبوه بقى اسمه قال عنهم مراحل. اهرس يا حيوان. الله يا عم دي كلها إشاعات مغرضة. ربنا يقل لي بختك يا سليم. انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بيفهمش حاجه؟ ده انت ناقص تقول ان هو جاموسه نطاح. في ايه يا ابن الورد؟ انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. بس يا بابا انا خلاص يا بنت. انا اسف يا جماعه طلبكم مرفوض. ده انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره اجوزها لواحد زيك؟ لا. ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله. وانت يا مدام اسمعي كلام ابوكي وما تخرجش عن طوعه. الله كده. طب ايه رايك بقى ان بنتك مقفوشه معايا في عربيه قبل كده؟ اخلص قول له على الشقه. وفي شقه ما بقول لك اخلص. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا. انت اللي تخرص وتحط في بقك بلغه كمان. لان من ناحيه مقفوشه ده ايه مقفوش والدليل معايا. الدليل اهو. اتفرج يا برج. شوف شوف صوره البنت مع الواد اللي اسمه تامر حسن العاطفي دي عاملين مع بعض فيديو بليب.
يا نهار اسود ده بلب وزداني. اتفرج وحمص يا اخي. خد سليه سليه. اتفرج يا بروجي. سليه سليه يا فاكر يا مكرمة. لا 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 عيب. لا 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 بنتي لو غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا. انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع. امسك دي وشرف امي اللي قتلها. وشرف امي اللي قتلها. يا جماعه العباس دول ما يطلعوش من هنا. هاتوا الكلاب. كلاب كلاب لا انا بغرضك يا مولاي. يا نهار اسود انا بغرضك يا بس. يبقى كده يا سجان زي ما بتقول الناس مفيش بنت ما اتلمستش. امال اللي بتقولي ده يا بيه؟ ما انت قدام اهو. كان حد لمسك غير يعني ولا كان حد لمسك غير؟ يا دي الهيبه ده انت اللمسه الاولى والاخيره يا جاد. اه يا نادي اه يا نادي اه ده انا بدقش يا بيه. لا انت دي وجعاني قوي قوي. يبقى هتطول يا جاد. اطول ايه بس يا نادي؟ ده انا واخد علقه موت عليا الطلاق بين التلاتة منك. علقة بياخدها حرام المولد. اه ما تيجي نريح شوية يا جاد. ايه حبكة يا نادي؟ يعني انت بتطلبش الحكاية دي غير وانا في اسوأ حالتي؟ جاد ايه نفسي اخلف عيل منك واسميه محسب. محسب بس لما يبقى غلط في حاجة زي دي وعايزة جاد يخلف لازم تديني فكرة قبلها باسبوعين تلاتة. هما تلات دقايق وهوريك. مضروب ومتدغدغ. خلي عندك شويه سنس. يعني ايه سنس يا جاد؟ ربنا يكفيك شر المرض. انت عامل زي القلب اللي بيطلع فقع الريق. يعني ما بتشميش يا بيه.